كيكه ليبيه وكيكه تونسيه، بنقارنه بالسعر والجوده وبنشوفه ام افضل بيناتهم. جبنا الكيكات اللي موجوده في السوق الليبي بين كيكات تونسيه وكيكات ليبيه، لان في السوق ما لقيتش الا يا تونسي يا ليبي فقط. ففي الليبي جبت كيكات بيلا موجودات بهلبا نكهات، كيكه تونسيه موفنز تمام، في منها فيها زوز كيكات وفي منها فيها كيكه واحده. تعالوا نقارنوا بين بيلا وموفنز، زوز تقريبا بالفانيليا تمام، وفي بالشوكولاته كذلك، موفنز وبيلا زوز فيه بالشوكولاته. فتعالوا نجربوا اول واحده اللي هي بالفانيليا. طبعا انا بنقارن من ناحيه السعر تمام والجوده، لان انا مشيت لمصانع البيلا زي ما شفتوا انتم، فيعني كل شيء فرض الواقع. اول حاجه تعالوا نجربوا كيكات البيلا. كيكة البيلا هي تقريبا فانيليا وشوكولاتة، فيها مكس تمام، يعني مش محرشين حد، هنا شوكولاتة وهنا فانيليا. بسم الله، هل بيقولوا لي في الفيديوهات خير ما نقولش بسم الله، كان ما قلتهاش هيك بقولها في سري يعني واضح. مش هنعطيكم رأي تو لين نكمل هيك تجربة التونسية. طبعا أول حاجة هي شوفوا الحجم، الكيكة الليبية كيف وكيكة التونسية كمان. هذه اول حاجه، حتى بتقارن بالحجم ما فيش مقارنه. ان شاء الله السعر يطلع اقل التونسيه باش نقلها. ناحيه الخفه هي اخف، حتى تاكلها من غير شاهي تمشي امورها، لكن هذه لازم تبقى زوز بارد شاهي بامانه، جافه واضحه جافه وصغيره، ما نعرفش السعر نقول لكم. المومنز حشوة الكريمة دينار السعر، لكن هي الحق مش موافقة، جافة بأمانة، جافة و سعرها غالي الحق دينار. تعالوا نجربوا الثانية اللي بالشوكولاتة، حتى هي من بيلا تمام، وهذه من موفنز نفس الشيء، لكن المرة هذه موفنز مضوين قلبهم، فيها زوز صروف شكلها، سمعوا كلامي في الأولى. الحجم نفس الحجم الأولى تمام، خلينا ناكل نجربه الاول وبعدين نفتحه بال كيلت. هذه اخف، شو الفرق بين هذه وهذه؟ هذه اخف من هي، هم مزوز نفس الشركه، ما نعرفش في حاجه غلط. هذه اخف من الثانيه، ما هي اللي بنكهه الشوكولاته مليحه تمام، من ناحيه الخفه خفيفه، ممكن الثانيه عاصيه. شوفوا بيلا كويس الحظ، عندي ما عندي ما نقول فيها بامانه، من غير حتى منتج ليبيا او صناعه محليه او دعم او مواضيع زي هذه، بيلا ممتازه بامانه. خلينا نجربوا كيكه تونسيه ثانيه باش ما نظلمهمش. جايب انا كذا نوع اسمه سندوتش ريمي تمام، حتى هي تونسيه، وبعدها نجربوا بيلا حتى هي زي السندوتش، نفس الفكره زوز نفس الفكره. نجربوا ريمي سندوتشي، هم مسمينها سندوتش كريمي تمام. هنجربه بيلا، هنجربه غير جرب، ريحني غير بلاك جرب، انا مريجي غير جرب، بقى اعطينا رايك بس. لا تاخذوا رايي، تاخذوا رايي يا مشاهير، شو يقولوا لهم؟ متابعين يا متابعين، ما بالك يحسبوني نكذب تو، انا الا مريجي بنكسر رجيم. باه معلش فم فم بس، هي بيها هذه بيلا طال منكم اللي بينا، لا لا صاير صاير مين مين، هذه تونسية والله من يظلمهم باذن الله، باه توكل الله احكم بامانه. ايه تبي حقه ولا؟ والله لا بين لحن مليحه ولا؟ والله لحن، لكن هذه شكلات، لكن فرق هذه شكلات، هذه فراول نفس الشيء، انا ما احكيلكش عن واحد، نحكيلك عن خفه مضمون، خفه الكواليتي التغليف، لكن في الحجم التونسية لا 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 نفس الشيء، شوف لا لا انت حجمك بقى معلش فوتوا لنا هي ما الاول هم جايبين، لا عادي واحد مكي مركي مركي. لا والله لا تليبي احلى الحق، وهيك كانت النهايه، نتلاقوا فيديو جديد.